نور عم تحكي مع حالها مع الطناجر. شو عم تحكي مع حالك صار لك ساعة؟ عم قول ايه؟ اي طنجرة اكبر؟ اي طنجرة؟ هي اللي بايدك، اللي بايدك مبينة من حجمها. لك صحيح شوفي نسيت شغلة كثير مهمة. شوفي نحن لازمنا طنجرة كثير كبيرة ها جاي رمضان. ايه اكيد منجيب طقم طناجر. عشان جهزي حالك تجيبي طنجرة كبيرة. مرحبا انا عصام ونور، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هي عم تسمعني مشان الطناجر، مشان سلسلة رمضان اللي بدنا نعملكم اياها. متحمسة نور؟ حاضرين حالكم على سلسلة رمضان مثل سلسلة رمضان السنة الماضية. بدنا نعمل اشياء خرافية. شو هلا هي الطنجرة مشان شو؟ شايفك مطلعة جاز ملوخية من تحت ايدي. والله نور كتير كتير شاطرة بالملوخية. ما بعرف هي الدجاجة بدك تعذبيها هلا؟ صاير لي فترة كتير عم حب الملوخية. هلا بشكل عام بشكل عام من فترة عملتها واليوم رح ارجع اعملها. بشكل عام كل البنات بيحبوا الملوخية، انا هيك لاحظت. والله انا عندي ملوخية اكلتي المفضلة. ملوخية ورز. اليوم اكلنا ملوخية ورز. طبعا كفو كفو نور والله. والله البلوزة عليكي بتجنن بتجنن. عصام انت شو قصتك مع بلوزاتي؟ عصام جننت. شو قصتك؟ جننت لعصام. هي تاني كنزة بتلبس لي اياها. لا هي عاشر كنزة. بالفيديو الماضي لبست هي التيشيرت وهلا عم تلبس هذيك التيشيرت. حبي عادي يعني. لك والله هلا بيكتبوا لي بالتعليقات انه ليكون ما عندك ثياب. لا عندي، انا بحب هي التيشيرتات عصام. ايه هن مريحين. هيك يعني ليش عم تلبسي بلوزاتي؟ بصراحة أصلا بلبس بلوزاته. بتعرفوا امبارح نزلتني على السوق جننتني جننتني، عبت لي السيارة كلها أغراض وقالت لي امبارح بالليل نزلهم، قلت لا ما رح نزلهم حتركهم لتاني يوم. وبتعرفوا إنه لهلا ما نزل إياهم بالسيارة، كل عفنوا بالسيارة. بصراحة بصراحة، لك بتعرفي شو عم فكر؟ شو؟ عم فكر رجعهم. شو؟ يلا يلا روح. عم بمزح معي. نزل إياهم بالسيارة. شو حبي عم تعمل؟ بعمل مونتاج فيديو وصور باليوتيوب. دخيل قلبك أنا يا بطل، تفضل اشتغل معلم ما رح نعطلك. حبيب قلبي خذ راحتك. هلو ماري شو هالحلو هاد؟ شوفوا الشحاطة الزهر، التيشيرت الزهر، دخيل قلب العسل. روحي روحي ساعدي ماما، روحي حطي كرسي وساعديها لماما. يلا ماري. والله ماري والله ما معها مزح. أنا جوعان بس هلا بلشنا. قديش بدها؟ بس هلا مطولة لسه. وين مطولة؟ بس هلا حطينا جاي. حرام عليكي عشان بلشنا من هلا. ايه بلشتنا. أنا دائما بعمل هيك بنور، بس بلش بالطبخ قديش بدها ويلا جوعان. نور ما خلت مكان بالمطبخ الا ما فتحت الخزن، فتحت كل شيء، حتى الجلاش بتعم تفتحها. لك متاكده والله انا جايبه ملوخيه؟ عادني لايه بتكوني نسيانه. متاكده؟ افتحي شوفي هون. متاكده انه انا جايبه كيس ملوخيه؟ يعني حدا بيجيب ملوخيه بشنقها هيك لفوق؟ قلت لحالي ملكي ما في شيء. والله العظيم انك نهفه. حتى قلب الجلايه لك حتى الفريزه فتحتها. ما عاد في غدا؟ انا حسوي لكم احلى غدا. يا اما ملوخيه يا اما لا. لا لا انا حاطبخ لك اليوم اكله طيبه. بشكل ما في غير محل اللي بيبيع ملوخيه كثير كثير بعيد ما بيوصل ابدا على البيت. يلا عادي تعال نزل الغرفه. يلا الجو حلو بجنن، في شويه هواء شويه هواء. ليكوا شايفين؟ شايفين شو عامله؟ هي كلها الحبشتكلات تبع نور. ومبارح شو بتقلي؟ كل شوي بتقلي عصام شو رايك؟ شو رايك؟ شايفين شلون بتستمتع؟ انا بعرف لو ما كانوا غراضك لحتى ما طلعتي برات البيت. لا عادي عم تنزلهم بايدها نور. لا حتى انا بساعدك بايدها بايدها عم تنزلهم. روح قلب المشتريات، روح قلب النوش المشتريات. لا مو روح قلب المشتريات. حتى مريتا روح قلب ترتيب بيتي. بتفرق بتفرق. والله نور مزوقه شايفين شاريه اشياء خرافيه. هي انا بشيلها عنك. يلا انا بشيلها عنك. بتعرف هي شو؟ انطلقوا حصيره نروح على البحر. يلا ماري. ايه نروح بالبحر؟ ايه نروح على البحر. بدك تروحي على البحر؟ ايه. تكرمي تكرمي يا عسل. شوفوا وين حطت الاغراض هون بالارض، ليش حطيتيهم هون؟ هلا بدي اياكي تركبي لي المنايه ها؟ لك تكرمي تكرمي. وين بدك تركبيها هي؟ علمي اياها هي بالكوريدور تبعك. خلص. تمام بس هدول ليش حطيتيهم هون؟ حطيتيهم هون عشان افرجيهم اياهم. عشان افرجيهم شو اشتريت. ايوه. ييييي. شوفي. قلت لك خليتها بالسيارة لك كيف انقطعت؟ لا هي بتتركب. لا لا انا خليتها بالسيارة. هي بتتركب هي تركيب. شوفوا شو اشتريت، هذيك المرة لما سويت غرفة مريم قلتوا لي اشتري لها فروة لونها زهر، فجبت لها هي. وهي ثانية لونها ازرق لحطها بغرفة اليكس. وكمان جبت هي مادة لناحي الباب، لأنها تبعتنا خربانة، فجبت من هي وحدة. وجبت كمان هي
حمالة لفناجين النسكافيه. لا ونور شو وشو بتعمل نور؟ احلى شيء بالمحل انه صفت عليها اول شيء فناجين نفس قياس اللي عندها مشان تجربهم. لكن مشان نشوفهم اذا مزبوطين او لا. والله انك نهفه. شوفوا لي هالشمعه دائما احلى. واو شو رايك في عصام؟ كثير حلو. في شيء لك في شيء انت بتجيبيه ما حلو؟ شايف ما احلى؟ اه حلوين هذول. اه كمان هذا الترمس. اه هذا مشان البحر، مشان البحر. ترمس قهوه مشان لانه نحن جبنا هذا الترمس والحصيره اللي قالت لكم عليها نور مشان مشاوير البحر. جبت كمان هاي لبدينا صغيره لغرفه لادم وليوم. وجبت هاي بس كانه من هون مطعوجه. ها منين مطعوجه؟ اه مكمل الاغراض بالسياره. قلت لك خليتهم بالسياره عوجت لي اياهم. اه لكل شغله حطيها بظهري اني خليت الاغراض بالسياره. وجبت كمان هاي لحتى احطها منظر على الطاوله كثير حلوه. هذا مع بعض شايفين ما احلاهم؟ هذول كثير حبيتهم. بدي احطهم هون على الطاوله هي تبع المطبخ. ليكي الكسي كيف عم تطلع عليك من ورا الكرسي؟ هذا بيحب الديكور طالع طالع لك. وجبت هاي كمان، كمان شمعه بنحط في قلبها هون شمعه، منظرها حلو. قديش بنبسط لما بشتري اشياء للبيت؟ بتستمتع؟ في عندي اياها انا قمة الاستمتاع. الكس تعال شاركها لماما تعال. شوفوا ما احلاها. شو رايك؟ فرجيني. اه خرافية. بس وين بدك تحطيها هي؟ لا ايها مثل ما تاكل. اه اهم شيء ما اكل هم انا. وجبت كمان هدول الوردات. ايه هدول حلوين. هدول بدي احطهم بالمزهريه اللي فوق بالكريدور، بيطلع منظرهم بجنن. انا شايف نور عملت لنا حديقه هون بالبيت، يعطيكي الف عافيه يا رب. شايفين؟ شجره هون، شجره هنيك، وردات بايدها. لسه في كمان هي المزهريه هون. ايه هلا بظبطنا. طول لي بالك عصام. امبارح شو بتقلي نور؟ بتقلي عصام انا كثير بحب الخضار بالبيت لانه بيعطي راحه نفسيه. لا عن جد بيعطي راحه نفسيه. هو ايه؟ وطاقة. بس ما يكون كثير كثير لانه حطيه حديقه. لا ما عم بقول لك اياها غابه بس انه بيعطي جمال للبيت. والله انك نهفه يا نور. بتخلوا لي 100 شغله على الطاوله، 100 شغله على الطاوله. ما هو بنعجقها نحن للطاوله فبيعود ما عاد ببين موديلها. كل ما بضبضب ايمي الوردات هدول لنشوفهم كيف؟ الله وكيلكم، كل ما بضبضب بينكتوا لي البيت. اكتبوا لنا نور بالتعليقات شو رايكم بهدول التنتين اللي حطيتهم على الطاوله؟ هي شوي رتبهم عشان ايوه ايوه الترتيب. ايوه انا بروح قلب الترتيب. شوف هيك. لا بس بصراحه اجوا حلوين والله. هيك شو رايك؟ والله حلوين. والله حلوين عجبوني انا. انا حسيتك عليك بياها كثير. بلش النق تبع النور. قلت لك انا اوطى شوي. لك والله ظابطه ليكي ما احلاها. انا اوطى مفكرني بطوله. بس معلش اقول لك على شيء. ليكي شوف هلا هي لو وطيتها شوي رح يعني حتصير هي مغطي عليها للمرايه. والله العظيم بالعكس شوفوا انتوا ها شو رايكم؟ والله بيرفكت. شايفه ما احلاها؟ ايه بعدين مشان انا يعني وقف هيك ها شايفه كيف؟ اه صح. بس هي المشكله بطولك حبي. لازم تكون هيك انا. خلص بتلبسي كعب تزبط شايفه كيف؟ شو رايك حلوين هيك؟ كثير حلوين. ليوم ليكي خدتي محمر من النوم. لا لانه مثلا هلا عم يطلعوا ايه فبيحمر خده شوي بيكونوا هيك محمرين. شو هاللغه الخرافيه هي اللي عم يحكوها؟ لا 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 هي ادم وماريتا. هلو قدومه صح النوم صح النوم يا بابي. يا ابشني ابشني. هلا هلا لعب نور الخرافيه بتبلش. انا لما بلعب ادم وليان تطلع من تمي لغات ما حدا بيقدر يفهمني نهائيا. اجتمعت العيلة هلا. أليكس بتحبوا لآدم وليام؟ ايه وماريتا؟ كمان اليوم. لك لا هلا فايق من النوم شوب. تعال نختبر أليكس. يلا تعال نختبر. هي نختبر. دير وشك. طلع لأمي طلع لأمي. دير وشك اوكي؟ خليك ما تحرك ما تحرك أليكس لا لا تطلع لورا. يلا ثيب ثيب. اللي مين آدم ومين ليام؟ طلع فيه مين ادم طلع. قرب تطلع منيح. طلع هذا مين ادم ولا ليام؟ ادم. والله انك بطل والله العظيم انا بخربت فيه. عليش. والله شوف شوف وين راحوا. تعال 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 هون. هلا بدك تشرحي لنا هنيك ليه؟ في شيء جديد بالموضوع. اه عم يستكشفوا بكره تعال تعال بكره بينزلوا لك اياها كلها. روح عند ماما روح عند ماما. هذا مين بالله عليك؟ هذا مين؟ طلع فيه ليام. ليكي عرف انه ليام؟ قال لك ليام قال لك ليام. خلص وقت بيصعب علي الموضوع انا بسال اليكس. هذيك المره بتنيم ادم بتحت ليام وليام بتحت ادم. بس يصعب علي الموضوع بستعين باليكس. الو بابي ما شاء الله عليك. عندي 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 يا ابر. الله يعطيك العافيه يا نور عم تجهز لنا السلطه لانه عم بطبخ لك كبسه. هذا انقلب اليوم من من
ملوخيه لكبسه. هي يا حرام كثير بتحب الملوخيه وانا كثير بحب الكبسه. يلا شو بدي من نصيبي؟ رح اكل سلطه. من نصيبي؟ رح اكل سلطه. انحى طبختك عيسان. طبختي خرافيه. ليك هي الدجاجه هون عم تستوي نور. هاي الرز جاهز. دب الرز ولا لسه؟ لسه بدها شوي. بس والله شكلها شكلها شامي الروايح؟ شامي الروايح؟ بتجنن. مريت عم تقول لي يلا بابا. الرز جاهز نور. لا لسه كمان شوي والله. والله؟ ايه والله. يلا. لسه ها شايفين؟ يا لطيف. على والله فكرة منظر خرافي. عيسان أكثر شيء شاطر بالكبسة. ايه كثير تطلع معي ناجحة. بس الكبسة. بتعرفي دائما الإنسان اللي بيحب الأكلة بيأبدع فيها. بيأبدع. دخيل قلبها ماري أنا. شايفين؟ حاط المادة وعم تلعب آدم وليام. لا آلية بالحديقة وعلم أخواتها. والله. مادة وعاملة فيها سمبتي. يلا مريتك عدي عدي حاجة صار عندهم كتير. ديري بالك عليهم. ايه عم سوي لك انا اكلة كتير كتير خرافية. اوكي ملوخية. لا ما في ملوخية. هطبخ لك كبسة. بتحب الملوخية. طالعة على امها بتحب الملوخية. طالعة لك بتحب الملوخية. ليكوا النعنع والخيار. اخ بس السلطة تبع نور بتجنن. بكرة جاي رمضان حتشبع سلطة. اهم شيء برمضان ما تنسي الكبة النية. كب النية. مريت عم تخبط على الطاولة جاهد. عم تخبط لك البنت. عم تقول يلا يلا. شو صار بالسلطة؟ يا عيني يا عيني على الزيت البلدي. عشت نور. عن جد ما بعرف اشتقت لرمضان صراحة. ايه اجواء رمضان قربت صارت على الابواب. عن جد شكلها. ليش عم تضحكي؟ بالله شوفوا لي هالمنظر الخرافي حطي. نحن الشباب هيك بنطبخ. ليش هيك الدجاجة مشلحة؟ لك شو مشلحة هي لحالها شلحية؟ شوفي المفروض حط لك قلت له خليني احط لك والله شوفي حمر لك يا هلا شايفين؟ هي من جميع الاتجاهات عملت لك منسف خرافي. لازم نحمر الدجاجة. نحن الشباب هيك بنطبخ. يلا معلش. وين ادم وليام؟ ليكو ادم وليام وين؟ ليكو ليكو وين رايح؟ تعال هون هارون تعال 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 شو يا حبي؟ يلا جهز الاكل معلم. شو عم تعمل؟ عم بعطيهم تخدر عشان يلعبوا وبضحكوا. والله دخيل قلبك. متحمس اليكس لرمضان؟ متحمس. اليكس كثير بيحب رمضان. وبدنا نزين البيت. رح تزيني زين البيت. لك ليكي ادم عم مد ايده وقال. لما عملها. ايوه 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 ايوه. احلى شيء ادم وليام لما بيشوفوا الاكل مخهم بيوقف. بصيروا انو غنوا لي يلا. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. يلا ها نبيك يا بنت. ما شاء الله عليك. يامي شو حبي اليكس؟ سخنه شوي شوي يا عمري. ان شاء الله هنا. عيسام ايه هاي سلطه انا ما كنت حطيت لها حمض حطيت لك ليمون شايفه عندك. كفو والله كفو نور. شايف؟ واو عيسام شرقت ندوي ادم وليام الليمون. صحيح ولا مره جربنا. خلينا نجرب. عنجد؟ يلا لك ليام مستمتع. خذ ليام. طيبه هيك عادي ولا قلق. عجبته والله. على فكره هي اول مره ليام مستمتع. ليام اول مره بدوق الليمون. ليام مستمتع. انا اذا هلا باخذ ليمون بعمل هيك. لا ليام مستمتع اخر استمتاع نور. ما عاد بده الرز على فكره. تركي تركي لك ليك استمتع هداك. بس ليمون لك ليك. هذا عم يعمل عصير ليمون ونشوف شوف عم يتغدى ليمون. كل شيء بينفض. ضحكني ادم كل شيء بينفض. خف بس احلى شيء ليام والله ولا اثر فيه الليمون ابدا. عادي طلع ياكل بردقان. شفتن اليكس للبيبيات؟ شفتن عم ياكل ليمون؟ والله اليكس ملتهي بصحنه. بابا شو يا عمري؟ يلا حطي لها نوش. لك عم بسمع اصوات. شو عم يصير عندكم؟ شو عم يغسل ولا عم يتحمم؟ هم كانوا ليمون كثير عم صار هم كلهم يحرقوا من الحامض. هذا انا عم غسل. يلا غسل غسل خليه غسل. يلا غسل يلا غسل. شو بدك تعمل؟ بقرب هون كل شوي عم اقول له لا صلي نص ساعة وما عمل وما عم تجلى من هون. عم تعلمي عليها انه ما يقرب. لا انا ما بشيل شيء من اولادي.
بس يقربوا ايده بقول لهم لا، بعدين شوي شوي بتعلموا لحاله ما بيقربوا. شو بس هي مو حاطط تجديد عم تستكشف حتى ليام عم يطلع كمان شايف ليك 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 قعد فوق اخوه طول بالك لبستهم بيجامات النوم لادم وليام شكله بدك نايمين اجوا النوم فات الساعه 9 وربع لا بيعمل باصبعته هيك لا ايوه لك حتى ليام بده ينزلها لا 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 والله اعطيهم يا لا يومين ثلاثه بيتعودوا ما بيقعدوا بيقربوا هيك لك لا 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 عصام خليني انا اوكي اوكي خلص ما راح اتدخل انا انا ما راح اتدخل شفت شلون انا بعلمهم يخلص تبعي لا 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 عيلة عصام ونور هلا هيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو لنهاية اليوم كتير انبسطنا انه قضينا هذا اليوم معكم بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ ثلاث اسامي مثل ما عودنا كون معنا لين من السعودية وشهد حسن من الامارات وسمية من العراق اذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اسمكم ومن اي بلد عم تتابعوا وما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو تشتركوا بالقناة اذا مالكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا وتابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات لروات صندوق الوصف تحت بنحبكم كثير كثير بنشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي وسلام